تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى مجلس علم أو درس بدون إذن زوجها مع العلم بأنه لا يريدها أن تذهب إلى مجالس العلم، وبحيث أنها لو ذهبت إلى مجلس بارو أو نحوه بغير إذنه ما أنكر عليها؟ يخشى أن يعلم وتحدث فتنة بينهما. أما إذا كانت ماذا قوية وهي آمنة، أو قوية الإيمان وهي آمنة على نفسها من الفتنة وأن تفتن غيرها، فلها أن تحضر حلقات العلم وهكذا أيضا المحاضرات التي لأهل السنة. أما حلقات العلم من الحزبيين أو المحاضرات من الحزبيين فهذه بلاء وفتنة ننصح بعدم حضورها. وليس له طاعة. يمكن أن تقول له: علمني إذا كان لديه علم، أو تقول: ائتني بامرأة تعلمني من بيتي. فإذا لم يفعل فلها أن تخرج، والله المستعان.